بليز خليه يدلني ويريحني من هالعذاب. ما فيني اعيش مع هالعذاب، ما فيني. انا مالي عايشه بعد ما شفت كل هالشيء. انا عن جد ميته وما راح تفرق معي بعدين. انا بدي موت احسن لي من هالعيشه. سوي شيء يلا عمتي لو سمعتي. لا انت بتعرفيني كثير منيح اني ما بغير قراري ابدا. وانا لساتني على قراري. مو عم تقول بدك تتزوج لاكشمي؟ بل بشرطي بعدها بتقدروا تتزوجوا. لاكشمي ممنوع تبقى بهالبيت. إذا تزوجتها رح تترك هالبيت أنت وهي كمان. أنا قبل فترة قلت لها تضل بهالبيت مشانك لبين ما كنت تتزوج ماليشكا، وهلأ أنا عم قلها لا تخلي هالبنت بالبيت كرمالي أنا هالمرة. هلأ أعطيني جوابك، أعطيني قرارك النهائي. قول شو بدك؟ لازم تاخذ قرارك. اللي بدك حب حياتك ولا بدك امك؟ نيلام هاد اسمه جنان. انت عم تختبري ابنك هيك اختبار صعب، ليش هيك عم تساوي؟ هذا اسمه ظلم يا نيلام. لا تحطي ابنك بهالموقف، لا تعذبيه، هذا اسمه تعذيب كمان. طلعي طلعي عليه مرة واحدة بس يا نيلام، اطلعي بعيونه. هو عن جد بحبها للاكشمي وما بيقدر بلاها. حاج تعذبيه، حاج تعذبيه لابنك. هاد ابنك يا نيلام، ابنك من لحمك ودمك، لا تخليه يتعذب وهو بالعمر. إذا كان ابني عن جد رح ياخد القرار الصح، القرار الصح اللي بيثبت إنه هو من لحمي ودمي وما رح هون عليه أبداً. لا خالتي، ليكي بهدليني إذا بدك، وإذا بتحبي ضربيني قد ما بدك، يلا ضربيني. وإذا كان بدك تطلعي حدا من البيت أنا بطلع، رح أطلع فوراً. بس مو ريشي، ريشي بحبك كتير، وين بده يروح؟ وين بده يروح؟ لو سمحتي خلي، لا تخلي يطلع من البيت، لو سمحتي وقفي، لا تعملي هيك. أيوش. لو سمحتي، وين بده يروح؟ أيوش سكوت. ريشي بحبك كتير، وين بده يروح؟ أيوش بحاله. أنت ما فيك تقرر، ريشي لازم ياخد القرار. يلا ريشي جاوبني، مين رح تترك فينا؟ يا لاكشمي يا أما أنا؟ شو بده يعمل بدونك؟ أكيد ما بيقدر على الضغط، لا تعملي. قول ريشي، ما أنا بحاجة يقرر. ما في داعي إنه يقرر، ما في داعي تطالبي إنه ياخد قرار بهيك شيء، وما في شيء أهم من الابن. وابنك ما رح يتركك ابنه بعد كل اللي عملتيه لابنك. هو ما رح يطلع، أنا اللي رح أطلع. لاكشمي تراجع عن كلامك، أنا ما عاد بدي إياك. انتهينا. وقفي. ما انتهى الشيء لاكشمي، هي لساتها مجرد بداية. أمي أنت علمتيني القيم، وبالنسبة لإلي ما في حدا أهم منك، وما رح يكون في حدا. بس أنا بعرف الأم اللي علمتني هي القيم، ما بتخلي ابنها مديون لها بالحب لأنه هي بتكون أمه.
وهيك علمتيني انتي؟ بس الشخص يلي واقف قدام اليوم استغل هذا الشيء وعم يبتزني. ايه امي، اليوم انا شايفك غلطانة وغلط انك تعملي هيك يا امي. بدك تدفعيني ثمن هذا الشيء. انتي هلا عم تجبريني يا امي. عم تطلبي مني اترك حبيبتي اللي انا بحبها. انتي عم تخيريني بين حبك انتي وبين حب حياتي كلها. إذا أنا اخترت حبي يلي بقلبي رح أخسر محبة أمي للأبد، وإذا اخترت محبة أمي وقتها رح أنهي حياتي للأبد هي المرة. بالنسبة لإلي كنتي دائماً فوق الكل، ورح تضلي هيك دائما. طيب قولي لي بس شغله، بدك اياني اعيش مثل كاني ميت؟ تقدري تشوفيني وانا عايش مهموم وانسان حزين؟ بكل لحظه رح كون ميت وعم عيش حياه تعيسه كتير. قولي لي بتقدري تشوفي هذا الشيء يا امي؟ انتي ما بتقدري. اذا جوابك ايه رح تكون عقوبة اكبر لسه، واذا عاقبتك رح تكون اهانة لإلي. خيارك كان صعب كتير وعم يهين حبي لإلك. اذا كنتي بتحبيني ما بتعملي هيك، ما رح خلي هذا الشي يصير، لانه بالنسبة لإلي كان حبي هو الاهم ورح يضل الاول دائما. إذا ما قدرت ضلني عايش فشو هو الهدف من محبة الأم؟ لهيك اليوم وهلأ أنا رح أترك البيت يا أمي. وهيك بكون اخترت حب حياتي، اخترت لاكشمي يا ماما.